يعني طارق، انت بالنسبه لك المسلسل ده ايه اهميته؟ يعني حاسس ان انت عملت دور مهم مؤثر في المسلسل. هي كل الناس مؤثرين، بس انت بالنسبه لك الدور السخيف ده هو هو الدور ده. انا كنت اول ما يعني سخيف جدا اول ما نكديه وسخيف. صعوبه الموضوع بالنسبه لي ان انا اول مره في حياتي ان انا يعني امضي على عقد او على مسلسل انا ما قريتوش، اتحكى لي. فدي كانت بالنسبه لي حاجه زي صدمه كده. تعبت معايا محمد كتير، كل شويه اكلمه اقول له طب هنعمل ايه، طب الشخصيه رايحه فين، احنا عندنا 6 حلقات كل الموضوع. وطبعا محمد ما كانش عارف الشخصيه رايحه فين. عايز اقول محمد طبعا بيحاول يطبطب عليا وانا مش قادرين نوصل لحلول. مش عايز اوتر محمد، لان يعني بخاف ان انا اكلم المؤلف انه ممكن يكون رايح في حته حلوه والممثل يشوشر عليه، فما كلمتوش غير بعد ما خلص الحلقه مثلا 26. شوشر على ايه؟ كلنا شوشرنا عليه. لا انا ما خفت، قلت اسيبه هو يروح. بكلم استاذ طارق كل يوم 5 مرات. كل يوم 5 مرات. فعذبته معايا للاسف يعني، فبعتذر له. يعني انا العمل ده بالنسبه لي اجمل حاجه فيه ان كان معايا المجموعه دي اللي هي يعتبر الجيل بتاعي، ياسر ورياض وصبري فواز وكل ودي ونور. لا 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 لا. الاجمل ان انا شفت فريق انتاج منتجين بيتعاملوا كفريق انتاج، يعني هم بيستمتعوا وهم بيغزلوا الموضوع. يعني عندهم تفاصيل كتير قوي ما تحسش ان هو منتج، لا ده هو شويه شغال مؤلف، شويه ستايلست، شويه كل الحاجات كانت بتبقى موجوده فيهم. فده كان بالنسبه لي جديد، يعني دايما المنتج بيخلص الشغل وبيدي فريق الانتاج ويقبض بالظبط وخلاص وانتهينا. لكن قبضته المهم، يعني خلينا نسال السؤال الاهم، قبضته اخر جزء من انا خلصت كل خلاص فيه. يعني عشان بس بما ان هم قاعدين معانا قبل ما يمشوا لو في مشكله خروش فلوس لو في اي مشكله نخلص. طبعا غير قبض وبريك مثلا قبض وبريك البريك مهم جدا. هم للامانه شركه محترمه جدا جدا للامانه. يعني عايز اقول حاجه، يمكن ده يمكن احساس كل الاساتذه والزملاء، ان احنا بنشكر الناس اللي كانوا ورا الكاميرا حقيقي. الاول استاذ زكي عارف، استاذ زكي عارف مدير التصوير، كل الكاست مصطفى الحلواني، مصطفى الحلواني استاذ موسيقى تصويريه امام رجاله الاكسسوار زي ما فتحي الديكور اللي عامل الديكور ده، ايمن فتحي ده الستايلست خالد عبد العزيز واستاذه مها بركه. عايز اقول يعني روبرت طبعا ده قصه لوحده. انا يعني هم دول كانوا يا عيني بيصعبوا عليا جدا ان انا باجي لهم بعد 18 ساعه شغل ولاقيهم خلاص نايمين ومبتسمين في وشنا. بما انكم وعايزين يخلونا نشتغل بقى زينب حسن مكرتنا. طبعا هي اللي عامله هي اللي عامله الوش ده. شفتي بقى هو يعني هو مواليد 70 دايما كده. ايوه 70 لا 70 90 90 110 معقوله ايه ده؟ مفيش اي كلام. انا دايما بدمر الدنيا كده، سامحيني يا نور. ما انت دمرتها اصلا خلاص. يعني ايه نسفتها؟ اعتبري ان انا ما قلتش حاجه. على فكره الحوار بيلف معنى كده ان انا 2010 مثلا. انا جاي حلقه 2010 سلامه مثلا. لا 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 محمد دول اصغر 2 موجودين قاعدين معايا. وسلام اصغر كمان. انا 21 سنه تقريبا. احنا بنفكر ان احنا ما ندخلش هنا اقل من سن هنطبق اندر ايج خلاص.